ما حدث في لقاء الذهاب ثم النهائي دوري أبطال أوروبا البارحة بين ليفربول وريال مدريد لا يزال يثير الكثير من ردود الفعل، وأكيد ستكون له تداعيات كبيرة جدا، خاصة على نادي ليفربول في واحد من أسوأ مواسمه منذ سنوات طويلة جدا. الناس احتارت اليوم صباحا، هل تتحدث عن إنجاز الريال أم تتحدث عن إخفاق نادي ليفربول وتعاسته؟ هل ريال مدريد كان قويا أم ليفربول هذا هو الذي كان ضعيفا؟ أم الاثنان معا الريال استثمر في ضعف ليفربول البارحة؟ طبعا السيناريو بالأرقام لم يسبق له مثيل، لأن ليفربول كما تعلمون لم يسبق له أن خسر بالخمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا على ميدانه. ليفربول الذي كان تعيسا لحد الآن في مباريات الدوري كان يتلقى بالهدفين بالثلاثة أمام برايتون، أمام وولفرهامبتون، أمام برينتفورد مركز تاسع، فارق 19 نقطة على رائد الترتيب. منذ ذهاب ساديو ماني أموره صارت صعبة، دفاعه صار هش بشكل كبير جدا، واتضح ذلك واتضحت هشاشته أكثر فأكثر البارحة، سواء من ناحية الفردية أو حتى من ناحية الجماعية ككتلة. نتكلم على منظومة دفاعية قبل ما نتكلم على مردود فردي، لأن فيرجيل فان دايك لم يعد فان دايك، روبرتسون وأرنولد كذلك في الرواقين لم يعودا كما كان سابقا. طبعا الأداء لم يفاجئنا ليفربول لأنه تعودنا عليه في الأسابيع القليلة الماضية. مقابل ذلك فريق ريال مدريد من وجهة نظري رغم الشكايات الكثيرة لمدربي هذه الأيام الأخيرة اشتكى كثيرا من كثرة المباريات ومن الجهد البدني المبذول ومن التعب والإرهاق الذي نال من لاعبي فريق ريال مدريد هذا الموسم بمشاركاته في كأس السوبر الإسباني، تنقل إلى السعودية كما شاهدنا، تنقل إلى المغرب المشاركة في كأس العالم للأندية، لعب سلسلة من المباريات في الدوري، دخلت مسابقة دوري الأبطال كذلك، ولكن الشيء اللي شفناه البارحة من ناحية البدنية كان مستوى واو عالي جدا وريتم عالي جدا وكبير جدا ومخيف جدا، يخلي ريال مدريد طبعا هو المرشح لخلافة نفسه على عرش أوروبا بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. أنا في اعتقادي هو المرشح نمبر وان لحد الآن فريق ريال مدريد بالنظر للذي أظهره لحد الآن، ليس فقط في المواجهة البارحة أمام ليفربول في لقاء الذهاب في الأنفيلد ولو أنها تحمل أكثر من دلالة. ريال أبدأ البارحة تسيد المباراة كل الجوانب بما في ذلك من الجانب النفسي، شفنا ريحية كبيرة جدا، جانب بسيكولوجي عظيم، خمسة مسجل خمسة وما زال يهاجم وما زال دفاعه منظم وما زال في الثنائيات وفي الصراعات قوية، يعني لم يتهاون في أي لحظة من اللحظات. طبعا هذا هو الريال الذي يحبذه عشاقه. بالنسبة لليفربول أعتقد بأن التداعيات ستكون كبيرة اليوم صباح اليوم، خرجوا المحللين والمتابعين في إنجلترا خاصة اللاعبين السابقين، خرجوا يتحدثون عن إخفاق، خرجوا يتحدثون عن ضرورة رحيل يورغن كلوب بعد 8 سنوات على رأس الفريق، خرجوا يتحدثون عن ضرورة تدعيم الفريق الموسم المقبل بأسماء كبيرة جدا، وحتى البعض ذهب إلى ضرورة رحيل الملاك. رحيل الملاك معناها بيع النادي، ولو أنه خرجت في الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد بذلك، ولكن تم نفيها من طرف الكثير من المقربين من نادي ليفربول، لأنه شوية الأمر طايح شوية، يعني لو يتبع فريق ليفربول قد يصل الأمر إلى ذلك، ننتظر لنرى. ولكن الشيء الذي حدث البارحة يبقى تاريخي على كل المستويات، من حيث البعد ومن حيث النتيجة ومن حيث أشياء كثيرة جدا. أكيد بين ليفربول أقصية وريال مدريد تأهل، فارق 3 أهداف، تخسر 5 على ميدانك، أمر ليس هين، صعب جدا تداركه، لأنه ريال مدريد فعلا قوي هذا الموسم وليفربول فعلا تعيس هذا الموسم.